معظم الناس بتعرف انه شركة ابل هي من اكثر الشركات اللي محافظة على اجهزتها وما بتدخل اي برامج خارجية او اب ستور او متجر خاص تاني غير تبع اب ستور تبع شركة ابل. مشان هيك احنا بدنا نحكي اليوم عن موضوعنا اللي هو بيقلك انه ليش انحسفت فورتنايت من شركة ابل او من الاب ستور تبع اي ايفون او ايباد، يعني نظام الاي او اس من الاخر. وخبر تاني جديد اجى معنا بعد فترة من هذا الحذف انه انحسفت كمان من جوجل بلاي ومن اجهزة الاندرويد. هلا بدنا نحكيكم عن كل شيء وسبب حذفها وليش رح تنحذف اللعبه وشلون اصحاب الايفون او الاندرويد اذا ما انحلت هالمشكله ما عاد يقدروا يلعبوا ابدا فورتنايت على الموبايلات بالنسبه للاندرويد وللاي او اس تبع شركه ابل. فاحنا اليوم هذا اول مقطعنا. قبل ما نبلش المقطع تبعنا ونفوت بالموضوع بتمنى لو انت اول مره عند تشاهد فيديو على القناه بتعرف سبسكرايب لايك القصص الحلوه هي تدعمني الا لو انت حبيت المحتوى وعجبك، وحملتنا نوصل ل 20,000 قبل نهايه السنه لسه شغاله بتمنى توصلوني عليها. فهلا والله بس كانت طابه الارضيه وفيديو جديد. كلات نعرف انه النظام او السيستم العالمي تبع الموبايلات بالنسبه للاندرويد انه بتكون متحكمه فيه شركه جوجل، وبالنسبه للاي او اس اللي هو تبع شركه ابل بتكون متحكمه فيه شركه ابل، يعني شيء طبيعي. والمتجر تبع بيكون اسمه اب ستور والثاني اسمه جوجل بلاي. هلا خلينا نحكي بالنسبه لهالاشياء هي وشو هي اللي لازم يصير بالنسبه للالعاب وليش انحذفت اللعبه. مبدئيا شركه فورتنايت كلاتنا بنعرف انه ايبك جيمز تبعها صاحبها بيكون من شركه تنسنت. شركه تنسنت فيها كثير مشاكل بالنسبه مع امريكا مشان حذف تبع التيك توك وحظر ترامب للتيك توك والقصص هي. هلا شركه ايبك جيمز ضربت ضربه قويه اليوم وقالت انه رح نعمل تخفيض بالنسبه للفي بوكس يلي هو رح ينزل بنسبه 20%، يعني لو انت كنت تشتري ال1000 في بوكس ب $10 هلا صرت تقدر تشتريها ب $8 وهكذا 20% لكل الاشخاص. ولكن هذا الكلام عجبنا ان كلاعبين وكمستخدمين ومستهلكين بشكل عام للفي بوكس والمصاري وتداول المصاري. اما بالنسبه لشركه اب ستور ما عجبها هذا الكلام، او بالنسبه لجوجل ما عجبها هذا الكلام، لانه اب ستور بتحكم بكل الايفونات تبع العالم والايبادات كلياتنا بنعرف هذا الموضوع. انا عم بشرح لك الموضوع اكثر وعم اضحك، يعني ثقافه زياده مو اكثر من هيك. هلا بالنسبه لشركه ابل ليش حذفت لعبه فورتنايت وكيف هلا انت عم تقدر تلعب اللعبه ولكن تحديث السيزون 4 شابتر 3 ما حتقدر تنزله لانه اب ستور حظر اللعبة بالنسبة للمتجر تبعه وهلأ جوجل حظرت هذا الشيء. كلياتنا بنعرف انه اي ابليكيشن او اي تطبيق بينزل على اب ستور على المتجر الخاص باي او اس بالنسبة له لح يكون هذا الشيء لح ياخذ منه 30%. اي شخص عنده بلايستيشن 4 بيعرف انا شو عم يحكي، انه هو بيروح بيشتري كروت بلايستيشن 4 وبعد ما يشتري كرت بلايستيشن 4 بيشحن على الستور تبع البلايستيشن وبعد منه بيشتري في بوكس من داخل. هلا هو اشترى في بوكس ب $10 اتس اوكي، هو ما بيعرف انه هو شركة البلايستيشن 4 اخذت من هذا الشيء 30%. شركة بلايستيشن اخذت $3 وشركه ايبك جيمز اخذت $7. هذا هو بكل بساطه الموضوع. شركه ابل ما عجبها هذا الكلام ولما هلا عملت نظام انك انت تشتري من داخل اللعبه مثل مظهر امامك لما انت يكون عندك موبايل اي او اس او اندرويد بشكل عام، يعني لما انت تروح تشتري في بوكس من الشركه او تشتري في بوكس من داخل اللعبه يعني بيقول لك هاو دو يو وانت تو باي، يعني كيف بدك تشتري، بتقول له ابل اب ستور او بتقول له ايبك دايركت باي منت، يعني بتقدر تشتري من ايبك جيمز مباشره او بتشتري من اب ستور لو انت معك رصيد. بس عملت هاي الخطوه بقى ايبك جيمز هي اللي عصبت الدنيا واللي حظرت اللعبه على التليفونات، لانك انت لما تعمل ايبك دايركت باي منت انت بتشتري من شركه ايبك جيمز مباشره $8 و1000 في بوكس، بما معنى تتحول ل $8 كلياتها شركه ايبك جيمز. اما لو انت حطيت ابل اب ستور يعني انت بدك تشتري من شركه ابل او اي او اس تبع نظام ابل، بالمختصر المفيد انت رح تدفع $10. ال $10 هي بيروح منها $3 لشركه ابل او اي او اس بالنسبه للاب ستور بتاخذ نسبه له 30% وبالنسبه لايبك جيمز بتاخذ $7. هيك احنا بنكون وضحنا الموضوع. عشان هيك شركه ابل حصلت الموضوع وحذفته وهذا هو بالنسبه للموضوع كلياته. هذا هو بالنسبه لاختصار الموضوع. ويا شباب اللعبه انت ما عاد تقدر تلعبها اذا ما انحلت المشكله. شركه ايبك جيمز نزلت شيء مباشره بطور البارتي رويال ونزلته لايف على اليوتيوب ونزلته على تويتش وعلى تويتر وعلى الفيسبوك، ما خلت مكان ما نشرت هذا الشيء اللي هلا انا رح اتركك تشوفه واقول لك شو هو.
بالنسبة لهذا الإعلان اللي هلأ أنت شفته قدامك، هذا الإعلان كان لشركة أبل من زمان عام 1984، وكتبوا بنهاية هذا الإعلان أنه شركة أبل لح ترجعنا لورا أو لح ترجعنا لهديك الأيام بالنسبة لإلها، وعمت نفس الإعلان بالضبط اللي ظهر أمامك. أنت شايف الإعلانين شنون؟ أنا ورجيتك أول شيء تبع الشركة، وهلأ ورجيتك تبع شركة أبل على اليمين وتبع إيبك جيمز على اليمين. وختموا آخر شيء وكتبوا: لقد تحدث إيبك جيمز احتكار متجر التطبيقات. ردا على ذلك قامت شركة أبل بحجب فورتنايت من مليار جهاز انضم للمعركة حتى لا يتحول عام 2020 لعام 1984. عم أرجوك أنه لحنا ما بدنا نرجع بالزمن لورا، وهذا بالنسبة لشركة أبل احتكار، وهذا الشيء غلط. هي شركة فورتنايت جاهزة لكل شيء، وكانت محضرة ورق القضية ورفعت دغري قضية مباشرة بالنسبة لشركة أبل، وبالنسبة هلأ رح ترفع على جوجل، وهذا الشيء كان مستقصد. أما هلأ مبدئيا رح أقول لكم ليش هيك صار، وليش قلت لكم أول شيء بداية تيك توك وبالنسبة لترامب والقصص هي. طبعا كلاتنا بنعرف قرار ترامب اللي هو بده يحظر التيك توك بالنسبه لامريكا، لانه عم يتجسس والقصص هي. شركه تينست بتملك من تيك توك نسبه عاليه بالنسبه له، او هي يمكن بتملكه كله، انا ماني متاكد من هالمعلومه. فشركه تينست تملك ايبك جيمز، وايبك جيمز هي شركه امريكيه 30% صينيه، مشان هيك عملت هالحركه، وهالحركه ذكيه من شركه ايبك جيمز مشان توقع السوق الامريكي وترفع قضايا على شركه ابل، لانه بدها تطلب انه تنزل ستور خاص بشركه ابل تنزل على التليفونات تبع الاي او اس، لانه شركه ابل كلياتنا بنعرفها انه هي مو منزله غير اب ستور واحد خاص بالشركه، وما بتقدر تنزل اي ابلكيشن داخل الجهاز غير من عن طريق هذا الاب ستور. وهذا الاب ستور بيشكل لهم كل ابلكيشن بينزل او كل عمليه شراء بتتم داخل الاب ستور بياخذوا منها شركه ابل 30%. هيك احنا بنكون وضحنا لكم الوجهه تبع الاب ستور وليش انحظرت اللعبه وشو بدنا نساوي. حاليا 2020 هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله سنه مصايب، وكلياتنا بنعرف شو صار فيها. فهلا حاليا هي المصيبه جديده بالنسبه لايبك جيمز، وممكن اصحاب التليفونات او الاجهزه المحموله مثل الاب ستور ومثل الاندرويد الاي او اس يعني والاندرويد يمكن ينحرموا من لعبه فورتنايت للابد لو القضيه ما نجحت مع شركه ايبك جيمز، وخسرتها شركه ايبك جيمز وربحتها ابل ستور لح تنحظر ولح يرجع الفي بوكس بالنسبه للتليفونات بسعرها الاساسي. هذا هو بالنسبه اخر الاخبار للعبه فورتنايت اللي انشالت من على التليفونات. هذا الفيديو لح ينزل بوقت غلط جدا ووقت متاخر جدا، ولكن كلياتنا بنعرف انه هذا الخبر اجى بوقت متاخر الساعه 1 بالليل، فهذا الشيء يعني كان صراحة صدمة بالنسبة للناس اللي هي بتلعب على التليفونات. ورح زيدكم كمان معلومة صغيرة، انه قبل فترة شركات صارت تعترض ورفعت قضايا كتير على اب ستور مثل ما حكينا على اجهزة ابل، يعني بشكل عام شركة الابل قالت لهم انه انتوا عم تحتكروا السوق وما عم تخلوا اي ابليكيشن ينزل او اي ابليكيشن ينزل على اي او اس من داخل او من خارج يعني التليفون، كلياتهم من داخل اب ستور تبعكم. ولكن تعرفوا انتوا شركة ابل ميزانيتها بميزانية دول، يعني خلينا نحكي بالمختصر وبالواضح انه هي ميزانيتها فعلا ميزانية دول كبيرة، مشان هيك ما حدا عم يقدر له، وهي شركة امريكية 100% واكثر من مليار مستخدم. تخيل انت بيستخدم فورتنايت على الاب ستور، يعني موضوع كتير ضخم وكتير كبير واعلى من مستوى تفكيري انا فعليا يعني. بس انا حاولت اجيب لكم كل الاخبار بالنسبة انه انحظرت على الاندرويد، وشو مستنينا لو خسرت ايبك جيمز. لو خسرت ايبك جيمز رح ترجع الاسعار مثل ما هي بالنسبة للفي بوكس للتليفونات، وترجع اللعبة طبيعي. عاندت شركة ايبك جيمز، انسوا اللعبة لكل التليفونات ولكل اجهزة الاندرويد او الابل بشكل عام الاي او اس. فاتمنى تكون سفرت بهاي المعلومات، انا حكيت زيادة معلومات ومعلومات جدا كبيرة غير موضوعنا، مشان هيك زيادة ثقافة وزيادة شيء تعرفوا انت ومعلومات الك. اتمنى يكون عجبك هذا المقطع، حاول جمع لكم اكبر معلومات عن هذا الموضوع. كود الايتم شوب لو انت حابب تستخدمه من ايمو 9 اللي ظهر امامك بالشاشه، بتمنى تستخدمه لو انت حبيت المحتوى، ولا تنسى الاشتراك تفعيل زر الجرس واللايك والقصص الحلوه هي، وبرعايه الله.